مرات بسلسلة في إحدى نوافذ المنزل ومنعها من الأكل والشرب لمدة 3 أيام وصدمها بالسيارة داخل فناء المنزل. تحرضه زوجته وتساعده فدفعتها على الجدار وسكبت بعض المواد الحارقة عليها وربطتها 3 مرات ورفستها بقدميها على بطنها وداست على رأسها بالحذاء وضربتها بيدها وبالعصا وضربتها بعصا بلاستيكية على رأسها وطعنتها برأس عصا المكنسة في بطنها. معاشر المسلمين، ذكرت لكم تفصيل ما فعل بالطفلة البريئة لأني لا أكاد أصدق كيف انتزع الله من قلب الأب كل أثر للرحمة. لو قيل لنا إن يهوديا فعل ذلك ببنت فلسطينية لما استطعنا أن نجد له عذرا ولاستبشعناه رغم العداوة المتمكنة في قلوب اليهود. فكيف يحصل هذا في البلد الحرام؟ كيف يستطيع قلب مسلم أن يعذب أحدا لا يعرفه ولا يمت له بصلة جزءا يسيرا من هذا العذاب؟ كيف احتمل القلب الصغير هذا الحقد وهذه الضغينة؟ لماذا يحمل قلب أب كل هذا؟ لماذا يحمل قلب أب كل هذا؟ فقد استمر عذاب الطفلة عاما كاملا، ليس في سجون محاكم التفتيش ولا في سجون أبي غريب. الجلاد هذه المرة ليس عدوا، الجلاد هو الأب، نبع الحنان وحصن الأمان ومستودع الأحزان. حيث يفزع الطفل إلى أحضانه كي يستريح ويختبئ خلفه كي يأمن به، يستغيث من عاديات الزمن حتى سمي من فقده يتيما، فكان له من الوصية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث. فكيف بمن عاش اليتم على يد والده؟ كيف بمن ذاق المر من يد والده؟ كيف يكون الخوف من مصدر الأمان؟ لقد بكى أناس على فتاة قتلها البرد مع أن البرد لا إحساس له ولا شعور لديه. أفلا يحق لهم أن يبكوا على الرحمة التي نزعت من قلوب تدعي الإسلام وتسمع داعي الفلاح يصدح بتكبير الله جل جلاله 5 مرات كل يوم وليلة؟ نبكي على الطفولة رمز البراءة، تغتال براءتها على أيدي الأقربين وتجلد ظهورها بسياط المحبين، ويتردد السؤال مرات ومرات بأي ذنب قتلت وبأي ذنب جلدت وبأي ذنب حرقت وبأي ذنب عذبت. أمة الإسلام نذير خطير يدقه ناقوس هذه القضية ليعلن أن الأمة في خطر، لأن بتنا نصبح ونمسي على عنف أسري يغزو البيوت، بل خرج منها إلى شوارعنا وطرقنا ومنشآتنا. فكل قضايانا الحديثة مرتبطة بنزع الرحمة من القلوب، فهانت على تلك القلوب منزوعة الدسم من الرحمة ومن الحب، لم تذق طعم الحنان، فهانت عليها دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وتلذذت بتعذيبهم وسعدت بدموع الأسى وزفرات الحزن وأنين الألم، حتى وإن غطت جريمتها بالشك في الأبوة حينا، أو بالجهاد في سبيل الله حينا، أو بالذود عن حياض الدين حينا آخر، كلها من منبع واحد هو ذلك القلب
نزعت منه الرحمة فهو لا يرحم، وحق له أن لا يرحم، حق له أن لا يرحمه الناس. ويا خيبته، إذا لم يرحمه رب الناس وهو من عدم الرحمة قريب، وما اللعنة عن أمثال هؤلاء ببعيد. وصلوا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن لا إله إلا الله.